إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم الموسوعة الرمضانية الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. كل عام وأنتم بخير. هل علينا شهر رمضان المبارك، ونحن وإياكم نسارع بالصوم والطاعة والصدقات، فيما أهل لنا ولكم يعانون من جور الأزمات والحروب في منطقتنا، وليس لهم بعد الله إلا إخوانا لهم وأخوات يعينونهم على جور الزمان والمكان. نحن في منظمة الحياة للإغاثة والتنمية نتشرف ومنذ ما يقارب ربع قرن أن نكون خدماً لأهلنا المحتاجين من خلال البرامج الإغاثية والإنسانية التي توفر لهم الغذاء والكساء والدواء. ومع تفاقم أزمة اللاجئين في منطقتنا وفي العالم، ندعوكم للمسارعة بتقديم معوناتكم وتبرعاتكم لأهل ليس لهم بعد الله سواكم. ليلة القدر. ليلة القدر هي أعظم الليالي قدراً ومنزلة. يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنها ليلة مباركة، إذ هي أعظم الليالي في العشر الأواخر من رمضان. إنها ليلة اختصها الله عز وجل من بين الليالي. ليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وهو ما يعادل 83 سنة وأربعة أشهر. أما سبب تسميتها بليلة القدر ففي ذلك أقوال خمسة. أحدها لعظيم قدرها وجلالة مكانتها عند الله عز وجل وكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب في هذه الليلة المباركة. قال الزهري: القدر هو العظمة من قولك لفلان قدر، ويشهد له قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. أما الثاني قال الخليل بن أحمد إنه من الضيق، أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون، ويشهد له قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه. أما القول الثالث قال ابن قتيبة: إن القدر هو الحكم، كأن الأشياء تقدر فيها. أما الرابع فقال أبو بكر الوراق: لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها وقيامها ذا قدر. أما القول الخامس فقال علي بن عبيد الله: لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، وتنزل فيها رحمة ذات قدر، وملائكة ذو قدر. في ليلة القدر قد طافت ملائكة تبارك الأرض من فوق السماوات، والروح فيها بإذن الله متصل بين العباد بأرواح صفيات. ومن فضائل ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. ثانيا نزول الملائكة والروح فيها. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر من الخير والبركة. وقال ابن كثير:
أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن. وثالثا أنها سلام إلى مطلع الفجر، قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن مجاهد قال سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال ابن جوزي وفي معنى السلام قولان، أحدهما أنه لا يحدث فيها داء ولا يرسل فيها شيطان، والثاني أن معنى السلام هو الخير والبركة. ورابعا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتسابا أي محتسبا ومريدا بذلك وجه الله، بريئا من الرياء والسمعة، خالصا لوجه الله تعالى، راجيا ثوابه وفضله وإحسانه. يا ليلة القدر النور قد هل في الكون قد حل، النور قد هل في الكون قد حل وأضاء ويستحب تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر وهي في الليالي الوترية، أقرب لقوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. يستحب الإكثار في ليلة القدر من الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي للسيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت إن أريد ليلة القدر ماذا أقول؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الموسوعة الرمضانية الموسوعة الرمضانية، الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية.